طيب، في المحاضرة رقم 6 الصفحة الأولى من المثال، اكتب برنامج باسكال يكرر العبارة yes correct 5 مرات. طيب، ده البرنامج بتاعنا، أنا كتبته أول حاجة. طيب، نقوم نعمل له سيف، سيف أز، سميه فور تكست. يعني تذكر انه دي حلقة فور، طب احتضر نص كاسم بس يعني. طيب، نيجي نعمل كومبايل، نشوف كومبايل برنامج صحيح. نيجي نعمل رن، لو لاحظنا هنا طبعا انا كلمة يس كوريكت، يس كوريكت 5 مرات، كده البرنامج هنا صحيح. شفتوا التنسيق؟ التنسيق انه مثلا البار اكس انتجر اصلا موجودة بجين فور، دخلناها لجوه شوية كده، دو فور زاد عندها بيجين وعندها ان، البيجين والان التابعة للفور دخلناها لجوه شوية كده، وبعد لاين برضه لجوه، يعني نظام تنسيق وكده. انا ركزت على التنسيق لانه هو بيخلي البرنامج انك ممكن تكتشف الخطأ فيه وشنو سريع وهكذا. مثلا لانك حسي لو نسيت مثلا نقطتين فوق بعض البرنامج بيجيك شنو غلط. نعمل كومبايل، طوال ده شنو خطأ، خطأ قال لك في الحتة دي يعني ما قبلها، فوالي تعمل شنو علامتين وكومبايل في النهاية. بعدين بعد تعمل ايه تعديلات بعد فوزات ومحفوظ، برضو تعمل سيف تاني تحفظ التغييرات. طيب، لو دار تفتح برنامج ده، لأنه الفيديو ده قصير، لو دار تفتح برنامج تاني عندك اوبن، عندي البرامج القديمة كلها هنا اللي هي مرتبة الفابيت من A B C D E F G. لو البرنامج في الاتجاه ده بمر السهم هنا، مر السهم ده بدينا البرامج الموجودة شنو الأخرى لغاية نهاية البرامج. بشوف البرامج اللي أنا عايزه، مثلا عايز أي برامج فيه بضغط عليه دبل كليك بيفتح معايا، ما عايز طوالي بقوم شنو أعمل كانسل.